النظرة يعني للكنيسة بشكل عام، والطقوس والكتب والتسلسل الهرمي للبطرك، يعني مثلا انه حددوا من سلطة البطرك، البطرك كان اول كل شيء بالطائفة، بعد المجمع بعد البطرك كل شيء، صار البابا كل شيء، صار البطرك ما عاد فيه يشيل مطارنة، صارت القضية مرتبطة بالبابا يعني من خلال هذا يعني المجمع. الطائف تبع روما صار هذا كيف؟ الطائف تبع روما مؤتمر تبع روما، لا ما احنا شباب الطائف حددوا له الصلاحيات، يعني نظمت الطائفة وهالارتباط اخذوا شوي من صلاحيات البطرك انعطت للبابا، بس بنفس الوقت كمان يعني انه البطرك صار عنده خلفية وصار فيه دعم وصار فيه نظام وصار فيه يعني العلمانيين، وهذا السمعاني كان علامة كتير كبير، يعني انا مرة قبل 20 سنة كتبت مقالة عنه سميته أكبر عالم أنجبه الشرق للسمعاني، إنه هذا الزلمة عاش حياته كلها تقريبا بروما، ألف حوالي 150 كتاب، وألف موسوعات حوالي شي 10 موسوعات، كل موسوعة حوالي 10 كتب، وكتبه خاصة واحد من كتبه اللي اسمه بيبليوثيكا أورينتاليس، يعني هذا مصدر كبير عن المؤلفين السريان بمختلف طوائفهم. يعني هذا الزلمة كان موهوب من صغره، راح لروما ودرس هونيك وأخذ شهادات عالية، كان في بروما بوقتها كان في ما يسمى بالمدرسة المارونية، هاي المدرسة المارونية انفتح